السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب دلال عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع دلال عبد العزيز. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. وفى عامر أدمن صفحتي على فيسبوك ورأى شائعات دلال عبد العزيز. قالت الفنانة وفى عامر إنها لم تنشر شائعات وفاة الفنانة دلال عبد العزيز على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشكل شخصي، مشيرة إلى أن مسؤول النشر في الصفحة قرأ هذه الشائعة على أحد مواقع الأخبار وكتب تعزية. وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور إنها قررت فصل المسؤول عن ذلك باعتباره أخطأ في العمل، وخاصة أن الخطأ يتعلق بحالة أسرة مستطردة مش ناقصين شائعة. وشهدت الأيام الماضية نشر إحدى وسائل الإعلام شائعة وتناقلتها بقوة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن وفاة دلال عبد العزيز قبل أن تخرج أسرتها على لسان الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد زوجي الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم لنفي هذه الشائعة. أغلقت التعليقات هجوم شرس على يسرى بعد حديثها عن سمير غانم. حلت الفنان يسرى ضيفة على إعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء دي أم سي المذاع عبر فضائية دي أم سي. تطرقت يسرى خلال اللقاء إلى ذكرياتها مع الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، كما كشفت عن طريقة دخولها لمجال الفن. وحكت الفنانة يسرى عن أبرز الذكريات مع الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز قائلة: الفنان الراحل سمير غانم اللي كنت ألاقي واحدة حلوة كده واقفة تقول لي هتجوزك يا سمير لحد ما تجوزتها، والعلاقة اللي بينهم من زوج وزوجة بس في صحوبية وفي جدعنة وفي شهامة. وأضافت: عندما كانت والدتي في المستشفى كانت الفنانة دلال عبد العزيز ومرفت وبوسي شلبي ما يسبونيش أبدا، قائلة: كل يوم كانوا يقولوا يعملوا لي أكل ويبعته لي ما يسبونيش. لافتة: الصداقة القوية ما حدش يقدر يخترقها ولا يكسرها ولا يلغيها مهما حصل. الصداقة القوية ما حدش يقدر يخترقها ولا يكسرها ولا يلغيها مهما حصل، واللي بينه وبينهم كبير قوي وأكبر من توقعات أي حد، والكنز الأساسي في حياتك لما ربنا يديك صديق. وعند دخولي مجال الفن قالت إن أول امتحان امتحنته كان في الغناء ونجحت. قيدت في المهنة الموسيقية موضحة: أنا مطربة من زمان بس كنت عايزة أبقى ممثلة، بس أنا بموت في الغناء. أغنية جات الحرارة كانت صدفة وتحطيت في فيلم كان المفروض يتعمل فيلم غنائي بينه وبين الفنان محمد منير، وعندي أنا ومنير 22 غنوة مسجلاهم ومن ضمنهم كانت أغنية جات الحرارة. ونشرت الفنانة يسرى جزءا من حلقتها مع الإعلامي رامي رضوان عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام. وعلقت يسرى قائلة: مفيش حاجة ممكن تهز الصداقة الحقيقية. وحكت يسرى عن أبرز الذكريات مع الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز قائلة: الفنان الراحل سمير غانم قال لي كنت ألاقي واحدة حلوة كده وقفة تقول لي هتجوزك يا سمير لحد ما تجوزتها، والعلاقة اللي بينهم مش زوج وزوجة بس في صحوبية وفي جدعنة وفي شهامة. الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تتصدر مؤشرة البحث بعد نفي شيء جديد. دلال عبد العزيز تستطيع التنفس بدون أكسجين، ولكن ما زال الجميع في مصر والوطن العربي يترقب الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز المتواجدة في الرعاية المركزة منذ ما يقرب من 3 أشهر، حيث كانت تعاني من فيروس كورونا المستجد قبل أن تشفى منه، وتعاني من متلازمة أعراض ما بعد كورونا والمستمرة منذ فترة طويلة ولا تقوى حتى الآن على تجاوزها. الجديد هذه المرة هو ما كشف عنه الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا من خلال استضافته ببرنامج تلفزيوني عبر شاشة سي بي سي، حيث أكد أن دلال عبد العزيز لا تزال في حاجة إلى الأكسجين وإلى الأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء وظيفتها، حيث أنها لم تتماثل لشفاء وتعاني من أعراض ما بعد كورونا. وكشف عن كونها تتواجد على جهاز التنفس الصناعي ولكنه جهاز غير ثاقب بدون أنبوبة حنجرية، ما يعني أنه قد يوجد قناع فقط يمدها بالأكسجين اللازم. وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن الفنانة المصرية تستطيع أن تتنفس بدون جهاز تنفس، ولكن في هذه الحالة سينخفض معدل الأكسجين. من صفحتي على فيسبوك ورأى شائعات دلال عبد العزيز. قالت الفنانة وفاء عامر إنها لم تنشر شائعات وفاة الفنانة دلال عبد العزيز على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشكل شخصي،
مشيرة إلى أن مسؤول النشر في الصفحة قرأ هذه الشيء على أحد مواقع الأخبار وكتب تعزية، وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور إنها قررت فصل المسؤول عن ذلك باعتباره أخطأ في العمل، وخاصة أن الخطأ يتعلق بحالة أسرة مستطردة مش ناقصين شائع. وشهدت الأيام الماضية نشر إحدى وسائل الإعلام شائعة وتناقلتها بقوة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن وفاة دلال عبد العزيز قبل أن تخرج أسرتها على لسان الإعلام رامي رضوان والفنان حسن الرداد زوجي الفنانتين دنيا وإيمي سمرغانم لنفي هذه الشيعة. أغلقت التعليقات هجوم شرس على يسرى بعد حديثها عن سمير غانم. حلت الفنان يسرى ضيفة على إعلام رامي رضوان ببرنامج مساء دي أم سي المذاع عبر فضائية دي أم سي. تطرقت يسرى خلال اللقاء إلى ذكرياتها مع الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، كما كشفت عن طريقة دخولها لمجال الفن. وحكت الفنانة يسرى عن أبرز الذكريات مع الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز قائلة: الفنان الراحل سمير غانم اللي كنت ألاقي واحدة حلوة كده واقفة تقول لي هتجوزك يا سمير لحد ما تجوزتها، والعلاقة اللي بينهم من زوج وزوجة بس في صحوبية وفي جدعنة وفي شهامة. وأضافت: عندما كانت والدتي في المستشفى كانت الفنانة دلال عبد العزيز ومرفت وبوسي شلبي ما يسبونيش أبدا، قائلة: كل يوم كانوا يقولوا يعملوا لي أكل ويبعته لي ما يسبونيش. لافتة: الصداقة القوية ما حدش يقدر يخترقها ولا يكسرها ولا يلغيها مهما حصل. الصداقة القوية ما حدش يقدر يخترقها ولا يكسرها ولا يلغيها مهما حصل، واللي بينه وبينهم كبير قوي وأكبر من توقعات أي حد، والكنز الأساسي في حياتك لما ربنا يديك صديق. وعن دخولها مجال للفن قالت: إن أول امتحان امتحنته كان في الغناء ونجحت. قيدت في المهنة الموسيقية موضحة: أنا مطربة من زمان بس كنت عايزة أبقى ممثلة، بس أنا بموت في الغناء. غنيت جات الحرارة كانت صدفة وتحطيت في فيلم كان المفروض يتعمل فيلم غنائي بينه وبين الفنان محمد منير، وعندي أنا ومنير 22 غنوة مسجلاهم ومن ضمنهم كانت أغنية جات الحرارة ونشرت الفنانة يسرى جزء. والآن أعزائي المشاهدين أعتقدوا أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب شائعات وفاة الفنانة دلال عبد العزيز؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.